أعزائي المشاهدين، هل صحيح أن العمل السياسي بيتعارض مع الإتيكيت بمبادئه ثلاثة؟ الاحترام، الصدق والشعور بالآخر؟ شو هي الصفات والميزات التي يجب أن يتحلى فيها من يريد أن يتعاطى بالشأن العام والشأن السياسي بشكل خاص؟ لندع هالأسئلة بشرفني وبسرني استقبل سياسي مخضرم، متحدث بارع، محاور لبق وشخصية استثنائية، نائب رئيس مجلس النواب لمدة 12 سنة، ثلاث مرات نائب على متتالية، على دورات متتالية. دولة الرئيس إلي الفرزلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ويسعد صباح. الله يخليك. اليوم نحن بفقرة إتيكيت، يعني طبعا لأنه حضرتك كمان عندك السياسي الأكثر إطلالا إعلاميا، وهيدا بإحصاء، ونحن دايما وقت اللي منتابعك منشوف أنه عندك حضور فعلا مميز، رغم أنه أمرار كتير بيكون في عندك اختلاف بالآراء، إنما حتى باختلافك بتحافظ على لياقة معينة، ونحن بأشد الحاجة أنه يكون في عنا أمثلة من هالنوع. شو فيك تقلنا على اليوم العمل السياسي ومن حيث هيدا الناحية؟ أولا بدي أشكرك شخصيا، الله يخليك، لأنك فسحتي لي المجال طل من على برنامج تحت عنوان الاتيكيت. هذا البرنامج في غاية الأهمية، بعد ما مفهوم الاتيكيت في العمل السياسي أصيب بنكسات كبرى وخطيرة بتأثر حتى على الثقافة عند الأجيال المتعددة اللي هي مفترض أنها تستلم المستقبل بالبلد. فلذلك العنوان اللي حطيتيه لهذا البرنامج، الاتيكيت، في احترام الآخر، في الاعتراف برأي الآخر، في الصدق في التعاطي، هذه العناوين الثلاثة تمثل أساطين حقيقية لأي رجل سياسي في بلدان العالم. أي مخالفة لهذه العناوين الثلاثة أنا برأيي تطرد السياسي من هيكل العمل العام. لذلك أنا بشكرك جدا وبعتبر أنه هذا البرنامج هو صدقا أهم أو من البرامج المهمة جدا التي يجب أن تعمم والتي يجب أن تؤخذ كنموذج لضرورة التثقيف في هذا المجال تثقيفا كاملا وشاملا. شكرا. الأمر الآخر بدي أقول لك إياه، واللي أنا لا أدعي أني أنا ملتزم فيه التزام كامل، لأنه كان إلي شطحات تخالف مضمون هذه العناوين الثلاثة، ولكن بقول لك لا يوجد سياسي دون أن يكون هناك صدق. المفهوم أو الخطأ العام الشائع بأنه السياسي تعني الكذب، تعني المراوغة، تعني هذا كلام غير صحيح تماما وكمالا، لأنك باستطاعتك أن تكذب مرة أو مرتين، ولكن لا تستطيع أن تكذب كل المرات، خصوصا إذا كان هناك شعب يحاسب. هلأ في بعض المجتمعات اللي تمسمرت بالإيديولوجيات الجامدة بالتعصب لدرجة أنه ما بتقود تشوف إذا زعيمة أو قائدة أو قيدومة أو قيدومة كذب صدق أو ما صدق لتحاسبه على أساسه، أي أن زعيمة لا يتمتع بالأخلاق الدستورية والسياسية، أنا بقول لك يستطيع أن يستمر على هذا المنوال، والأمثلة كثيرة في مجتمعاتنا الشرقية خصوصا. صحيح. المسألة الاحترام الآخر والاعتراف بالآخر، الإمام الشافعي بيقول أنا رأيي صح ويحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ يحتمل الصح، فأنا صدقا طالما التزمت التزاما كاملا بهذه المقولة، وكم من المرات تعمدت أن استمع إلى من هو خارج إطار وجهة نظري، طبعا إذا كان له المستوى المطلوب كي أستفيد من علمه وأبحث عن أماكن الصواب في خطاب. أما مسألة احترام الآخرين وعدم توجيه الشتيمة والمسبات اللي كثرت الأيام بأسلوب غير مفهوم، بعض الـ الوسائل الإعلامية عممت ثقافة أنه يطلعوا اثنين يقعدوا يشتموا بعضهم يضربوا بعضهم، في الوقت اللي نحن أيضا ملتزمين
ويجب أن نكون ملتزمين أنه أنا لا أستغيب أحد، أن لا أتحدث عن أحد إلا بالذي يجب أن يتحدث فيه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أعين، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه هي الأدبيات اللي حضرتك بتحاولي تعمميها على ما أظن، وهيك قريت وأنا بتابعك وبتابعك بشغف لحتى شوف الغاية من وراء برنامجك، وتبين لي أن الغاية غاية وطنية بامتياز، تربوية بامتياز، وبالتالي حق لك أنك تعطينا شرف الإطلال معك من على الشاشة، ونشعر بفرح عظيم لتعميم الثقافي بمجتمع. يعني أنا هلأ خجلتني كتير، وأنا هيدي الشهادة بعتز فيها. هيدي الحقيقة. أنت اليوم شو برأيك، لأنه أنت ذكرت طبعا بسياق حديثك ذكرت فعلا المواطن تبع الضعف اللي اليوم صارت بمجتمعاتنا، قلة المحاسبة، بس حضرتك كيف توصلت؟ لأنه في كمان المحاسبة الذاتية، يعني اليوم استسهال أنه نحن نطلع على المنابر الإعلامية ونتعرض للآخرين من حيث العرض، من حيث الشرف، من حيث التشهير، القدح والذم، هيدول الأمور. هل كمان نحن اليوم مش مفترض أن يكون في أشخاص في رقابة معينة تحرص على هالأخلاقيات؟ لأنه اليوم حضرتك قدوة مثل كل السياسيين والفنانين وكل من يتعاطى بالشأن العام، هو قدوة، وهم مربون لأجيال أخرى اللي هلأ جايين، هني عم بينظروا لكم. اليوم شو مسؤوليتكم تجاه هيدا الجيل، وقديش نحن يجب علينا أنه نتكافل كلياتنا لتصير هالثقافة ترجع مثل ما كانت قبل؟ وأكيد ما لح أنت أدرى مني إذا بدك يعني مطلع رجالات الاستقلال كيف كان التعاطي مع بعضهم، اختلفوا كتير، إنما الاختلاف السياسي ما وصل للاجتماعي، ضل في علاقات حتى اجتماعية وكلنا بنعرفها وكلنا بنذكرها، إنه حتى وقت بيختلفوا بالسياسة ما توصلت لأنه يعمموه على حياتهم الشخصية. أنا الجواب يعني بيحتاج شوية وقت، بس رح جاوبك جواب متكامل إذا سمحت، لأنه أنت غايتك هو توجيه. أنا رحت على أمريكا كرئيس وفد برلماني، وزرت مجالس النواب الموجودة في الولايات، رحنا على نيويورك ألباني، ورحنا على نيو أورليانز بالجنوب باتون روج، ورحنا على العاصمة الفيدرالية واشنطن. أثناء دراستي بلجنة الموازنة المال، لجنة المال والموازنة في مجلس الشيوخ بألباني، لقيت أنه كل العيوب التي يعاني منها المجتمع اللبناني ووطننا في مجال علاقة المؤسسات بعضها ببعض موجودة بنيويورك. كيف المجلس بيلقط الموازنة، كيف الحاكم اللي هو رئيس حكومي بيدخل بصفقة المنافع المتبادلة بينه وبين المجلس بالوظائف بالمنافع بالخدمات طيب قلت لهم طيب ليه عندكم ماشي الحال السيستم وإنما ماشي الحال؟ قال لأنه الترانسبيرنسي الشفافية. شو الشفافية؟ قال لأن الإعلام ينقل كل شيء للرأي العام، فلذلك يشعر السياسي بتهيب من أي خطأ، لأنه إذا وقع بيد الرأي العام بخطأ ما فسيحاسب، بده يتحاسب. جيت على لبنان، طبعا عرضت على دولة الرئيس بري في ذلك الحين وقت مكتب المجلس فكرة نقل جلسات مجلس النواب و لتأمين الشفافية المطلوبة، وحقيقة تمت الاستجابة فورا، والرئيس بري أخذ قرار بالموضوع وتبين أن المشكل لا يزال مستمر. لماذا؟ تبين أنه لا يوجد حساب من الرأي العام. صحيح. على أخطاء ترتكب، يعني مخالفة الصدق، مخالفة الاحترام، سبت الآخر والشتيمة وعدم الاعتراف بالآخر، الرأي العام ما أبي حاسب عليها. كم وكم من المرات لقينا أنه بس أطلع يطلع أحد على التلفزيون ويسب ويشتم، بتلاقي في ناس أم تبدي إعجابها فيه تحكي عن هضامته وعن استثنائيته. لذلك هناك خطأ
الضمان الوحيدي لتقويم الحياة العامة على مستوى علاقة السياسية بعضهم ببعض عبر إطلالاتهم المتكررة هي الرأي العام، لأن السياسي ما في شيء بخوفه إلا الرأي العام. رح نرجع مع وقفي بس نستمع للأعلين. شكرا. بعودتنا دولة الرئيس، أنا يعني في حادثة مشهورة كمان صارت وصار فيها هيك نوع من خرق للإتيكيت من قبل الرئيس الياس الهراوي وحضرتك، فيك تخبرنا شوي عن هيدي الحادثة لأنه أكيد أنت بتخبرها بطريقة أجمل. وطبعا بدون شك أنه نحن ما عم نقول أنه الإنسان والسياسي والأشخاص اللي بتشتغل بالرأي العام هن منزلين، كلنا نخرق الإتيكيت بأماكن معينة، إنما ما يجب على الخلاف الاختلاف أن لا يصبح خلاف. فخبرنا عن هالحادثة إذا سمحت. الله يرحم الرئيس الياس الهراوي، طبعا نحن نغتنم هالمناسبة لنقول الله يرحمه. الله يرحمه. وبقلك أنه أنا أغتنم هلأ المناسبة حتى لا أعتذر عن هذا الخطأ الذي بعتبر فيه تجاوزت حدود الإتيكيت، وهذا أمر لا يجوز حتى لو لم يكن في حينه بعتقد أن الحق علي، كان هو من قبل ردة فعل وليس فعل بعد أن تفضل فخامة الرئيس في ذلك الحين وأطل بمؤتمر صحفي هاجمني وبأمور شخصية مثل صوتي ومثل كذا وربما هذا الأمور. وأنا شطحت بقصيدي في بيت الكتائب تجاوزت الحدود أيضا، أربأ أن أرددها، لذلك أقول أعتذر وهو في 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 جنات الخلد بإذن الله. وهذا كله إتيكيت؟ لا، وإيه؟ إيه؟ لأنه فضيلة الاعتذار دون شك هي أهم فضيلة عند السياسي يجب أن يتمتع فيها. صحيح. تصوري أنا في كتاب طالع لأبو للوزير عصام خوري الأستاذ فؤاد خوري المشهور بيتكلم فيه أدب الحوار في المجلس النيابي. أنت حكيتي عن الطبقة السياسية القديمة سياسية الاستقلال. صحيح. إذا بتقري هالكتاب بتلاقي أي مستوى من الأدبيات كانت بين بعضهم البعض، شوفي بس يمدحوا بعضهم بأي مستوى أدبي. صحيح. بس يهاجموا بعضهم بأي مستوى أدبي، بس يعتذروا من بعضهم بس بأي مستوى أدبي. إنه شيء ملفت للنظر إذا بدك تتعلمي لغة عربية. صحيح. حقيقية كنت قادرة تفوتي على المجلس تطلعي على الحوار أو تنزلي على جلسات المجلس تتعلمي لغة عربية من إميل لحود، من أديب الفرزلي، من مش حبيب بوشهلة، من شخصيات لا يحصى عديدها. نحن اليوم نعيش في حالة اعتذر قحط جفاف على هذا المستوى، وهذا أمر لا يجوز أن يستمر، مش كرمالنا كرمال الأجيال الصاعدة، لأنها يجب أن تنظر للمؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس النواب اللي هو أم المؤسسات، هو مصدر التشريع، هو النموذج الذي يتطلع إليه الشاب أو الفتاة لكي يكون قدوة له، يجب أن يكون النموذج الذي يجب أن يحتذى به. لهيك أنا بدي أطلب منك هيك تعطيني نصايح لكل الأشخاص، نصايح فعلا للأشخاص للجيل الجديد، لأنه نحن كتير بحاجة أنه يكون في دم جديد، الشباب بحاجة لأنه يفوتوا على معترك العمل السياسي ونقلهم أنه لا هني لح يغيروا، هني لح يكونوا الأجيال المتلاحقة، لأنه مش معقول نحن نضلنا بس ننتقد، بدنا نحطهم على سكة معينة، بدنا نرشدهم كمان على الطريق الصحيح. شو هي الأشياء اللي أنت بتنصح فيها كل حدا بحب؟ يا حبيبتي أنا أسارع إلى القول أني أرجع ردد العناوين اللي حطيتيها حضرتك مع بعض العناوين الأخرى. أوكي. أسارع إلى القول لأقول كل شاب يعتبر أن السياسة كذب فهو مخطئ. صحيح. السياسة صدق ثم صدق ثم صدق. أنا بفهم المناورة لتحقيق الهدف، الذكاء لتحقيق الهدف، ولكن ليس الكذب. صحيح. الصدق. السياسي احترام للآخر، نعم أي مخالفة لمبدأ الاحترام للآخر لما بتقود سياسي. ثالثا السياسي اعتراف بالخطأ، نعم السياسي اعتراف بالخطأ، وأنه السيد المسيح له المجد، وهذا البند الرابع بيقول الرجل الصالح
هو الذي يعرف رعيته ورعيته تعرفه وإني أعرف رعيتي. بتعبير آخر بيقول يجب أن يتعرف الإنسان الذي يريد أن يكون راعيا صالحا، أي قائدا، أي وجيها، أي نائبا ينوب عن الناس، أن يتعرف إلى العالم، أن يبني معهم علاقات شخصية، أن يتطلع على قضاياهم. وأكثر من ذلك، لأنه من خلال علاقة القائد هذا بالناس يتعرف إلى الله. طيب ألم يقل السيد المسيح أنه قال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، و و و قال له متى كنت عريان وكسوناك ومريض و و و إلى آخره. قال له كل ما فعلتم بإخوة هؤلاء الصغار ففي بي فعلت. وأوردت آية بالقرآن الكريم بتقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، أفلم يجدك يبيت يتيما فآوى وضالا فهدى وعائلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أدبيات العمل السياسي في الأدبيات اللي رفعتها حضرتك، أضف إلى فضيلة الاعتذار، أضف إلى فضيلة الاتصال بالناس وتمثيل قضايا العالم وإنعكاس قضاياها ومشاكلها، وأن تكون صادقا وملتزما بهذه القضايا والمشاكل، هي تشكل المدخل الحقيقي، إلى جانب أن لا تكون مثاليا حتى الوهم، وأن لا تكون واقعيا حتى الانغماس بقضايا الواقع لدرجة تتلبس سلبياته. فيجب أن تزوج بين المثالية والواقع بطريقة أن يصبح إمكانية ترجمة الأفكار التي تؤمن بها إمكانية مثلي لإلك ولمن تمثل ولمجتمعك ووطنك. وقديش الثقافة ممكن أن تكون كمينة هيك يعني سلاح مفروض عليه؟ الثقافة هي السلاح الوحيد. صحيح. أساسا ما هي المشكلة أنه وأنا لا أدعي ذلك إطلاقا معاذ الله، بس بيقول السيد المسيح من اتضع ارتفع ومن ارتفع اتضع ومن أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن لكم خادما. هذه الصفة الأخرى كمان التي يجب أن تكون خادم للناس. المسيح له المجد أكيد. لذلك الثقافة أي المعرفة هي ضرورة في كل الظروف وفي كل الأحيان. لك تصوري أنه نحن نعيش في منطقة السمة الأساسية فيها اليوم صراع الأديان، وأنا أتحدى أن يكون هناك طبقة سياسية مطلعة على الأديان جميعها. صحيح. إما أن يكون مطلع على الدين الذي ينتمي إليه بصورة يضع لنفسه إطار ويتمترس فيها، أو أن لا يكون مطلع أبدا. أما الاطلاع معرفة الأديان برمتها حتى تستطيعين أن تولفي وتوائمي بين هذه جميعا، فإني والله لم أتعرف إلا على قلة لحتى أكون موضوعي أمينين. إلا على قلة من هؤلاء الذين يستطيعون أن يطلوا ببرنامج محترم مثل برنامجك ليحدثوا الرأي العام بما قد اكتنزوه من معرفة وثقافة. يعني نحن رح نقول لك اخيرا نزلت اهلا ووطئت سهلا. شكرا كثير. رح نتوقف هلا مع البريك. شكرا لك.